أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: المعارضة تحرر نقاطا عسكرية في القلمون الغربي ومفرزتي الأمن العسكري والسياسي في ضاحية الأسد. الأزمة السورية على طاولة وزراء الخارجية العرب ودعوات لإيران بعدم التدخل في شؤون الدول العربية. آلاف الأوروبيين يتظاهرون ترحيبا باللاجئين وقدرة ميونخ على استيعاب أعدادهم بلغت حدها الأقصى. أهلا بكم. أعلنت المعارضة السورية تحرير 27 نقطة عسكرية تابعة لكتائب الأسد من جهة القلمون الغربي، مؤكدة سيطرتها على مفرزتي الأمن العسكري والسياسي في ضاحية الأسد بريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة. سلسلة هجمات على محاور عدة بالغوطة الشرقية بريف دمشق بدأتها قوات المعارضة السورية، حيث تواصلت المعارك بين الثوار وكتائب الأسد في ضاحية الأسد بريف دمشق، وذلك بعد سيطرة الثوار على مفرزتي الأمن السياسي والعسكري عند مدخل الضاحية. تحرير المنطقة بالكامل بعد اشتباكات عنيفة. وفي بيان مصور أعلن إسلام علوش الناطق باسم جيش الإسلام عن تمكنهم من السيطرة على منطقة القلمون الغربي بالكامل وعلى الأوتوستراد الدولي فيها بعد اشتباكات مع كتائب الأسد أسفرت عن مقتل وأسر العديد من عناصرها بينهم ضباط، بالإضافة إلى السيطرة على قيادة الأركان الاحتياطية وكتيبة المدفعية وفرع الأمن العسكري وكتلة الأشغال العسكرية وشركة الكهرباء والإدارة العامة للبناء وتجمع أبنية الخبراء الروس ووحدة المياه ومباني مؤسسة العمران ومستودعات الإسمنت العسكرية. وفي الزبدان تحدثت مصادر صحفية أن كتائب الأسد سحبت عددا من قواتها وآلياتها العسكرية من محيط المدينة في الريف الغربي ومن الغوطة الغربية على طريق درعا الكسوة بهدف مؤازرة عناصرها على جبهات الغوطة الشرقية. مدينة اللاذقية أيضا شهدت استهدافا من قبل الثوار لتجمعات شبيحة النظام في منطقة الجب الأحمر بالمدفعية وسط اشتباكات في محيط منطقة جب الغاز في ريف اللاذقية الشمالي، في وقت سيطرت المعارضة على تلتين في محيط قمة النبي يونس واستهدفت تمركزات لقوات النظام في تلة الزراعة وتلت قبر حشيش بالرشاشات الثقيلة. وفي لبنان أعلن عن مقتل 3 عناصر من حزب الله في المعارك الدائرة في الزبداني، وهم علي نعم الزين من عيت الشعب ويوسف سلامة من قاقعية الجسر وعلي معطوق من طولة. أما في عكار شمال لبنان فقد سجل إطلاق نار كثيف من مواقع كتائب الأسد باتجاه الأراضي اللبنانية، وقد طال بشكل خاص أوتوستراد منجز العبودي ومحيط حكر جنين دون الإفادة عن وقوع إصابات. دبلوماسيا، انطلقت في القاهرة أعمال الدورة العادية 44 بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويركز المجتمعون على مجمل الأزمات الراهنة في المنطقة ولا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اعتبر في مستهل الجلسة أن الدول العربية تواجه تحديات داخلية وخارجية ممنهجة، داعيا إيران إلى عدم التدخل في الشأن العربي. نؤكد رفضنا لمحاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، ونطالبها بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة ومراعاة سياسة حسن الجوار والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية. فالحاجة أصبحت ملحة لوجود تعاون وتنسيق لاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة من خلال مضاعفة الجهود للبحث عن تسوية سياسية تستند على مقررات جنيف واحد. ولا يمكن أن يكون الخيار بين رئيس يستهدف مواطنيه أو إرهاب وحشي قاتل. وإلى أزمة اللجوء، حيث شددت ألمانيا على ضرورة إنشاء مجموعة اتصال دولية لحل الأزمة السورية، في وقت جددت روسيا عزمها على دعم نظام الأسد عسكريا معتبرة لا بديل عن هذا النظام في الحرب على تنظيم داعش.
اجتماع روسي ألماني أوكراني فرنسي عقده وزراء خارجية تلك البلدان الأوروبية لبحث الأزمة السورية، في وقت أعلن وزير الخارجية الألماني أن هناك تأييدا متزايدا لإنشاء مجموعة اتصال دولية لحل الصراع السوري. هذا وتباحث وزير الخارجية الألماني ونظيره الروسي بشأن سوريا على هامش الاجتماع مع اتفاق الجانبين على دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دوميستورا لإنشاء مجموعة اتصال لسوريا، في حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على ألمانيا ودول غرب أوروبا الأخرى العمل مع روسيا فضلا عن الولايات المتحدة لحل الأزمة في سوريا. وفيما اعتبرت روسيا أن لا بديل عن النظام السوري في الحرب على تنظيم داعش، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ستواصل إرسال الإمدادات العسكرية إلى سوريا، فيما اعتبر رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو إنه إذا لم تتم تسوية الأزمة في سوريا فإنها ستتحول خلال السنوات المقبلة إلى مشكلة عالمية. يأتي ذلك في وقت حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو من خطر نزوح 1 مليون شخص داخل سوريا بنهاية العام الجاري إذا استمر تصاعد القتال في هذا البلد، ما سيزيد على الأرجح من تدفق اللاجئين على أوروبا. وتتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. صحيفة الأوبزرفر: إيران وروسيا لن تسمح بتقسيم سوريا حرصا على مصالحهما. أهلا بكم من جديد إلى نشرة سوريا اليوم. تظاهر آلاف الأشخاص في عدد من الدول الأوروبية ترحيبا باللاجئين القادمين إلى بلدانهم من دول الشرق الأوسط، مطالبين حكوماتهم بفتح الأبواب أمام هؤلاء الفارين من الحرب والظلم. عشية اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر لبحث أزمة اللاجئين الوافدين إلى القارة الأوروبية، عبر آلاف الأوروبيين في عدة مدن عن دعمهم للاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم وتأييدا لاستقبالهم في بلادهم. في لندن خرج آلاف البريطانيين في تظاهرة لمطالبة حكومة حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون بانتهاج سياسة استقبال أكثر ليونة مع اللاجئين، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها المحافظون إلى الخارج واللاجئون إلى الداخل، وحياة اللاجئين مهمة. وإلى شوارع حوالي 20 مدينة إسبانية من بينها مدريد وبرشلونة وإشبيليا نزل آلاف المواطنين في مظاهرات للترحيب باللاجئين ولدعوة الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لفتح الأبواب أمام هؤلاء الفارين من الحرب والظلم في بلادهم. وكما في الدنمارك والنمسا، نظم مئات اليونانيين مسيرة إلى مقر المفوضية الأوروبية لمطالبة الحكومات بفتح الحدود أمام المهاجرين. أما في بولندا فانقسم الشارع بين مؤيد ورافض لاستقبال المزيد من اللاجئين. في المقابل أعلنت الشرطة الألمانية عن وصول أكثر من 12 ألف طالب لجوء إلى مدينة ميونخ السبت فقط، وهو ما أدى إلى بلوغ قدرة المدينة على استيعاب اللاجئين أقصى حدودها، لافتة إلى أن التحديات التي تواجهها الآن تتعلق بإيجاد مساكن لهؤلاء الأشخاص. أفردت الصحف العربية والعالمية مساحات واسعة للحديث عن الدعم العسكري الروسي لنظام الأسد، في وقت أكدت صحيفة الأوبزرفر أن إيران وروسيا لن تسمح بتقسيم سوريا حرصا على مصالحهما فيها. نطالع في صحيفة الأوبزرفر تحليلا لمراسلها مارتن شولوف بعنوان: الدبلوماسية، التقسيم، استخدام القوة في سوريا، أي مستقبل يعتبر أقل كآبة؟ وقال كاتب المقال إن إيران لن تتساهل مع هدفها ألا وهو العمل على إبقاء دمشق جسرا استراتيجيا لحزب الله الذي يشكل تهديدا قويا على الحدود الشمالية لإسرائيل كما جاء في الصحيفة. وأضاف الكاتب أن الروس يشاركون في الحرب السورية كما أنهم ساعدوا في نقل أطنان من الأسلحة إلى جيش النظام السوري، وأشار إلى أن جميع أصحاب المصالح في سوريا لا يريدون لهذا البلد أن يتقسم من أجل الحفاظ على مصالحهم فيه. أشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن روسيا دخلت بقوة على المشهد السوري وأصبح صدى مشاركتها في الصراع بعتاد عسكري وجنود على الأرض يتردد في أروقات العواصم المتخوفة من هذا الوجود المريب الذي ترى أنه يطيل من أمد الصراع في سوريا. وذكرت الخليج أن السلطات الولايات المتحدة تعتقد أن نحو 200 من قوات مشاة البحرية الروسية الآن يتمركزون في مطار قرب مدينة اللاذقية السورية أحد معاقل الأسد، وأن موسكو ترسل نظاما صاروخيا متقدما مضادا للطائرات.
من جهتها رأت صحيفة الراية القطرية أنه من المهم أن تدرك روسيا أن دعمها العسكري للنظام السوري يشكك بمصداقية دورها ويقوي جهودها تجاه الحل السلمي للأزمة ويجعلها فريقا غير محايد، ولذلك فإن المطلوب من موسكو إذا كانت جادة كما تدعي في محاربة الإرهاب ودعم الجهود الجارية حاليا لمواجهة داعش بسوريا والعراق التخلي عن دعمها العسكري الواضح لنظام بشار الأسد وأن تعمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا عبر معالجات واقعية تضمن استعادة الاستقرار والأمن والتحول إلى واقع جديد مقبول من المعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. وتتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. صحفي سوري يفوز بجائزة دولية للتصوير. أهلا بكم من جديد إلى نشرة سوريا اليوم. توقفت عجلة الخدمات الطبية في مستشفى الأتارب مع تراجع التمويل ما حرم نحو 300 ألف سوري من العلاج في مناطق سيطرة المعارضة في حلب وإدلب وريفهما. هنا مدخل الطوارئ في مستشفى الأتارب في ريف حلب، إنما لا شيء يوحي بحركة ناشطة إذ تراجعت التقديمات الطبية وتوقفت الحركة فيه من جراء انقطاع تمويل المستشفى ما حرم نحو 300 ألف سوري من الخدمات الطبية في مناطق سيطرة المعارضة في حلب وإدلب وريفهما. المسؤول الطبي في المجلس الثوري في مدينة الأتارب محمد الفج أوضح أن المستشفى يخدم رقعة جغرافية كبيرة تمتد من ريفي حلب الجنوبي إلى ريف إدلب ومنطقة الأتارب وما حولها، لافتا إلى أن الحملة الشرسة للنظام على المدن القريبة من المستشفى تخلف إصابات تحتاج إلى جراحة عامة وعظمية بالإضافة إلى الإصابات الناجمة عن حوادث أخرى. هذا المشفى كان يخدم جميع هذه الأمور إلا أنه توقف عن العمل بسبب نقص الدعم العام لهذا المشفى من دعم كلف تشغيلية ونفقات للعاملين في هذا المشفى، فنحن نطلب من المنظمات الإنسانية أن تدعم هذا المشفى وتعيد لهذا المشفى ألقه ونشاطه بحيث يستفيد كل أفراد المجتمع الموجود في هذه المنطقة الجغرافية. أحد أعضاء الكادر الطبي الدكتور محمد مكسور يوضح أن مستشفى الأتارب كان رائدا منذ افتتاحه عام 2013 وكان يستقبل 200 مراجع يوميا ويتألف من أقسام داخلية ونسائية وأطفال، إضافة إلى العمليات الجراحية التي كان يجريها بمعدل 300 عملية في الشهر بينها من 50 إلى 75 عملية نوعية. مع توقف المستشفى منذ 6 أشهر يضطر المرضى والمصابون في المنطقة إلى قطع مسافات طويلة للعلاج في مشفى باب الهوى الحدودي أو في مشافى داخل تركيا. تلعب جنبير على المساء بالليل ونحن تربكنا مشلون، يعني وين نروح وين نجي؟ المشفى قريب علينا 100 متر، رحنا لقينا مسكر، في ظل القصف المتكرر لقوات النظام على المنطقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الصامدون تبدو الحاجة ملحة كثيرا إلى إعادة تمويل مستشفى الأتارب في ريف حلب. حلم اللجوء إلى أوروبا بات يراود الكثير من السوريين المنتشرين في مخيمات بدول الجوار السوري وبينهم لاجئون في بلدة دير زنون اللبنانية. عندما يتعظم اليأس لدى قاطني مخيمات البؤس هذه في دير زنون بالبقاع اللبناني يصبح حلم اللجوء إلى أوروبا هو الطموح الأول لدى هؤلاء، فمع تخفيض التمويل الذي يصل إلى الجمعيات الخيرية في لبنان تقلصت الإمدادات الغذائية للاجئين السوريين، فبدأ أهالي هذا المخيم التفكير مليا في الذهاب إلى أوروبا رغم خطورة الرحلة. عم فكر أني بدي أسافر برات لبنان من هون، وين من كان بسافر على اي دوله، يعني صارت لي بسافر بالبحر مخاطره على حالي، على تركيا على اي دوله، يعني مخاطره على حالي، بدي اروح على المهم بدي اطلع، بس مصاري ما في. ترك المدرسة والاهتمام بهذا القطيع لن يطعم أفراد المخيم، وهذه البئر الصغيرة لا تكفي لإرواء عطش هؤلاء، فما كان منهم إلا تجهيز أوراقهم لتقديم طلبات اللجوء. مستعد أطلع، المهم أطلع، تهريب بحر جو أرض، المهم بطلع مع النهر ما في مشكلة، المهم بس أطلع.
جينا لقينا على أساس نغير الأسوأ، لقينا الأسوأ بأسوأ أكبر من هيك. حضروا إلى السفارة الألمانية في لبنان بالعشرات حاملين معهم جوازات سفرهم، وحتى المصابون منهم أصروا على الحضور طالبين الفيزا. أطلب منهم أنه يشوفوا لي حالتي وضعي، أولادي بحاجة لمدرسة خاصة، لذهب الحاجات الخاصة كرمال هيك. خلال أيام قليلة وصل بضعة آلاف من اللاجئين السوريين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث تتوقع الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي وصول 800 ألف مهاجر إليها السنة الجارية، ما يجعلها الملاذ الأول للسوريين والأوفر حظا لهم بقبولهم كلاجئين. هذا وتحاول منظمات إنسانية تسهيل أمور المهاجرين السوريين القابعين على أرصفة مدينة ليل الفرنسية منذ أسابيع، بانتظار نقلهم إلى أماكن إيواء مناسبة أو إرسالهم إلى دول أوروبية أخرى. في هذه الخيام الصغيرة يفترش المهاجرون أرصفة كثيرة في مدينة ليل الفرنسية شمال البلاد، ومعهم ما تيسر من حاجيات الصمود، ينتظرون أن تترجم الحكومة الفرنسية وعودها باستقبالهم. هي مخيمات مؤقتة نصبوها على عجل بين محطة للحافلات والطريق، لكنهم على حالهم منذ أسابيع يترقبون أماكن الإقامة المناسبة أو الانتقال إلى دول أوروبية أخرى أكثر تساهلا. هو الناس يعني جايين جداد، يعني اللي عنده مصاري عم بينام بالأوتيل، اللي عم يساعدوا عم بينام بالأوتيل، عم بيجيبوا لهم أكل شرب وجايبين لهم خيام عم بيناموا فيهم. الناس عم بتدبر حالها، يعني بس شوفت عينك يعني لو لهم مطرح عم بيطلعوا لبرا، يعني في منهم جايين جداد ما عم بيعرفوا شيء، في منهم رايحين على بلد أخرى تاني، في منهم رايحين على ألمانيا، على السويد، على هولندا، على بلجيكا. الحاجات الحياتية الكثيرة للمهاجرين يلبيها متطوعون يوفرون ما أمكن من ملابس وأدوات تنظيف ووجبات غذائية، بخاصة من منظمات إنسانية. إنها ردود فعل سيئة للغاية بالنسبة إليهم، فالوضع غير عادل لأنهم على هذه الحال في فرنسا منذ فترة طويلة ولم تتم رعايتهم، بل يتم تجاهلهم، في حين أن أولئك الذين وصلوا في الأيام القليلة الماضية من ألمانيا ينالون العناية. إنهم لا يقولون لهؤلاء ليس لديهم الحقوق، ولكن السؤال لماذا هذا الخلل فيما يتعلق بالمعونة والتضامن؟ حال المهاجرين في فرنسا غير مبشرة بالأفضل، رغم وعود الرئيس فرانسوا أولاند المتفائلة باستضافة 24 ألفا منهم، والأسباب مجهولة المعلومة. وفي إطار جهوده المستمرة لتسليط الضوء على أزمة اللاجئين السوريين، اصطحب لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أطفالا سوريين إلى أرض الملعب قبل انطلاق مباراة رسمية من الدور الألماني. هذه اللفتة الإنسانية هي الأحدث من ضمن سلسلة خطوات اتخذتها إدارة النادي لمساعدة اللاجئين، ومنها تنظيم مباراة ودية يعود ريعها لهم، إضافة إلى تعليم اللغة الألمانية للأطفال السوريين. فاز المصور السوري براء الحلبي بجائزة الفجيرة الدولية للتصوير الصحفي، واستلم جائزة في العاصمة الفرنسية باريس عن صورة التقطها في حزيران من العام 2014 تظهر شابا يحمل فتاة ويركض نحو سيارة الإسعاف بعد قصف بالبراميل المتفجرة في حي الكلاسة. وشارك الحلبي في المسابقة من خلال وكالة الصحافة الفرنسية للأنباء، والتي يعمل لديها كمصور صحفي. في آخر خبر ورد قبل قليل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية تعمل على إقامة مدرج طويل في منطقة مطار حميميم بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، قادر على استقبال طائرات كبيرة الحجم. وشهد المطار في الأسابيع الأخيرة قدوم طائرات عسكرية محملة بمعدات، إضافة لمئات المستشارين العسكريين والخبراء والفنيين الروس. في ختام نشرة سوريا اليوم نذكركم بعناوينها: المعارضة تحرر نقاطا عسكرية في القلمون الغربي ومفرزتي الأمن العسكري والسياسي في ضاحية الأسد. الأزمة السورية على طاولة وزراء الخارجية العرب، ودعوات لإيران بعدم التدخل في شؤون الدول العربية. وآلاف الأوروبيين يتظاهرون ترحيبا باللاجئين، وقدرة ميونخ على استيعاب أعدادهم بلغت حدها الأقصى. في الختام نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقي تمام 7:30 مع المسائية، فابقوا معنا.